لكن الصورة الأبرز امبارح اللي كلنا شفناها وتابعناها على السوشيال ميديا، محمد صلاح واقف مع الجهاز الفني للمنتخب، كابتن حسام وكابتن إبراهيم موجود، والصورة دي انتشرت بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. كل الناس فرحانة بوجود محمد صلاح طبعا اللي موجود في معسكر منتخبنا استعدادا للودية القادمة. وما فيش شك ان وجود محمد صلاح مع المنتخب اضافه كبيره يا بسام. اكيد يعني احنا كلنا عارفين ومستنيين انضمام اكيد صلاح للمنتخب، وخليني اقول فرحه كبيره بيعيشها كمان عشاق ريال مدريد حول العالم بعد التتويج الملكي بدوري ابطال اوروبا للمره ال 15 بتاريخه، وده بعد ما ريال مدريد فاز على بروسيا دورتموند بنتيجه 2-0 في نهائي بطوله دوري ابطال اوروبا. تفاصيل كثيره قوي عن هذه المباراة وعن انضمام محمد صلاح أكيد للمنتخب الوطني هيكلمنا عنها الناقد الرياضي عمرو الخشاب اللي منورنا النهاردة في الاستوديو. صباح الفل عليك. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك سادة المشاهدين. يعني في البداية كده حابين نعرف منك كواليس انضمام صلاح للمنتخب وحرصه على الانضمام بدري. بصي، ما فيش حد يزايد على حب محمد صلاح لمصر بصفة عامة وللمنتخب. الراجل كان من المفترض طبقا للأجندة الدولية وطبقا لأجازته اللي اتاخدت من ليفربول انه يرجع مفترض بكره 3 يونيو، لا الراجل بالعكس خلص اجازته السريعه ورجع يوم 1/6 منضبط ملتزم زيه زي اي لعيب في الهيكل بتاع المنتخب، الى جانب طبعا هو كابتن الفريق. الراجل يعني كل الامور وكل الاشاعات اللي طلعت الفتره اللي فاتت، وبقولها اشاعات بمعنى الكلمه، المشاكل بينه وبين كابتن حسام لا ملهاش اي اساس من الصحه تماما. القصه كلها بس زي ما الساده المشاهدين عارفين، يعني كابتن حسام من المدربين الاذكياء جدا جدا، ومصلحته ان الامور تبقى ماشيه بانسيابيه وبهدوء بدون اي مشاكل، عشان خاطر ده يعود بالاجابه على منتخب مصر، خصوصا ان محمد صلاح من اللعيبه يعني يعتبر من اعظم 5 لعيبه على مستوى العالم، فبالتالي مش اقول لك ليه معامله خاصه، لكن هو القصه ما فيش حاجه حصلت اصلا عشان يحصل شد وجذب. الاعلام صدر امور كثيره للاسف الشديد، والسوشيال ميديا يمكن فترة البسيطه للكابتن حسام حسن قبل ما تولى القياده الفنيه كان تصريحات، مش تصريحات، كانت اراء شخصيه متعلقه بتحليله الفني مفهوم، لكن متعلقه بالمشهد فقط، لكن مش حكم مطلق على اللعيب لا سمح الله، بدليل ان الراجل بالعكس امبارح شفنا الصور كلها على السوشيال ميديا في اطار الاحترام واطار الود واطار يعني الاخوه. وكابتن حسام طبعا اسطوره كلنا بنحبه وبنعشقه، ومحمد صلاح طبعا حاليا هو يعني اسطوره، مش في مصر بقى، العالم كلها يعني. صحيح، محمد صلاح عارف كويس قوي مين هو كابتن حسام، وكابتن حسام عارف كويس جدا مين هو محمد صلاح، يعني اثنين اساطير. صحيح، اسطوره يعني مستمره على المدى البعيد وعلى المدى الفتره اللي فاتت كلها. واحنا صغيرين بنحب كابتن حسام حسن، وانا واحد من الناس كنت اشوف اجري اتصور معاه، وهو كابتن ابراهيم اسطوره وايقونه ايا كان بقى اهلاوي او زملكاوي ايا كان، حتى في الفتره البسيطه اللي راح فيها الفرق قبل ما يعتزل سواء اتحاد او مصري والاخره، كلنا بنحب كابتن حسام حسن وابراهيم حسن. صحيح، من رموز الكره المصريه كابتن حسام بالظبط، اسطوره من اساطير هو كابتن ابراهيم. وفي نفس الكلام محمد صلاح، كلنا يعني ايا كان بتشجع ليفربول او مش بتشجع، كلنا بنستنى ماتشات ليفربول سواء في الشامبيونز ليج او حتى في اليوروبا ليج الموسم المنقضي وفي الدوري الانجليزي عشان نشوف محمد صلاح وتحطيمه الارقام القياسيه كل يوم. فيعني طبعا كل الدعم وكل المسانده باذن الله ان شاء الله لمنتخب مصر في الماتش ان شاء الله القادم يوم الخميس امام بوركينا فاسو، وفي غينيا ان شاء الله الاسبوع الجاي، ونوصل كاس العالم بدري بدري ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني. طيب خلينا بقى نروح لمباراه ثانيه، وهي مباراه بروسيا دورتموند وريال مدريد. الناس كلها ريال مدريد عفوا ليه شعبيه كبيره جدا في الوطن العربي وفي مصر تحديدا. توج امبارح ريال مدريد بدوري ابطال اوروبا بالظبط، وفوزوا على بروسيا دورتموند بثنائيه، شفت ده ازاي؟ والله هو شفت ده ازاي للاسف الشديد. بصي، اللي ريال مدريد بيعمله خارج اطار اي تحليل فني، يعني خلينا برضو نحط الامور في سياقها، وبين قوسين الكلام يعني بقى الاكلاشيه شخصيه البطل وان ريال مدريد يعني كل الامور دي انا معاكي، بس هو ايه مدلول شخصيه البطل؟ إيه مش عارفين، ما عارفه كلمه مش عارفين نمسكها منين. شخصيه البطل هو روح الحب الفانيلا الجماهير، كل ده انا معاكي فيه، لكن اللي شوف الماتش امبارح الشوط الاول غير تماما الشوط الثاني خالص خالص، وريال مدريد هو معتاد على ذلك في معظم ماتشات الشامبيونز ليج. ماتش سيتي يعني انا قبل ما نخش على المباراه، ماتش سيتي في الدور الثمانيه مانشستر سيتي لمس الكوره جوه منطقه جزاء ريال مدريد 88 مره، يعني متخيله الوان سايد جيم، وفي نفس اخر المباراه انتهت المباراه ركلات الترجيح وريال مدريد كسب، وهكذا ماتش البايرن ميونخ في سيمي فاينل ريال مدريد يعني ما كانش افضل شيء في الماتشين، وفي الشوط الثاني بصفه خاصه في الماتش العوده وريال مدريد في 5 دقائق
كسب، وكان تصريح شهير لتوماس توخيل قال لك انا يعني اللي يشوف ريال مدريد يعني مثلا سيف الدقيقه 40 ما يشوفوش الدقيقه 42، يعني دقيقتين ثلاثه بيقلب النتيجه. فكل الامور دي انا شايفها خارج اطار التحليل الفني. خلينا برضو صراحه مع لكن بعض. هي مش خارج اطار التوقعات، خارج ما هو خارج اطار لا خارج احنا عارفين ان هو يعمل كده. ما بالظبط هي دي النقطه، انت مستني يعني عارف انت فيلم ايه خلاص يلا انجز مش كده كده ايه جبت جول او دخل في جول ريال مدريد عارفين الشوط الثاني او بقى. كمان ننجز يعني ايه هات النهايه بقى ايه يعني ايه سبرنا واتفرجنا وشفنا احصائيات الشوط الاول. يعني لو دخلنا باستفاضه اكتر دورتموند مضيع فرصتين محققتين فرصتين جول. كورتوا في الشوط الاول واخد ريتنج 8.5 من 10 فانت متخيل طبعا قرار يعني ان انت اصلا بتدفع بحارس مرمى بقاله يعتبر سنه مش بيلعب. طبعا هو لونن كان يعني مصاب فكان في تصريح ليه او رد للصحفيين قالك هبدا بكورتوا فانت بتتكلم الراجل تحس ان بيلعب كان لعب ماتش امبارح 8 اخذ من 8 10 الشوط الاول يعني الشوط الاول يعتبر وان سايد جيم لدورتموند. دورتموند كان ممكن يخلص الشوط الاول الاكس جي او الاهداف المتوقعه لدورتموند كان يجيبها تتكلم في 1.88 يعني بتتكلم يعني هدفين الا كسور كان ممكن يسجلهم. دورتموند في الشوط الاول شايط 8 شوط منهم 4 اون تارجت ما بين الثلاث خشبات. ريال مدريد الشوط الاول ما جاش تمام. لو معانا الصور بس كنت اوريك الخريطه الحراريه معانا دلوقتي عايزين نتكلم معاك كمان عن تحركات اللعيبه. يعني انت بتتكلم مواقف اللعيبه في الماتش في اول صوره معانا لريال مدريد في الشوط الاول ويعني لو صوره تنزل معانا انت بتتكلم يعني بص ريال مدريد بعيد عن الارقام او يعني الالوان الكتير باختصار شديد مرمى ريال مدريد هو على الشمال اللي فيه نقط كتير. فانت متخيل دي كل دي محاولات على ريال مدريد على ريال مدريد. بص بقى ده مرمى دورتموند اللي ما فيهوش غير محاولتين واحده بالاورنج اللي هو اللون الاورنج واللون اللبني عشان الالوان كتير. هنا ريال مدريد مش موجود الشوط الاول اصلا. الشوط الاول تحس ريال مدريد كان بيتفرج على الماتش زيه زينا الشوط الاول. فبتتكلم دي كل دي الى جانب بقى اللون اللبني اللي فاتح شويه ده كل دي تشتيتات يعني لعيبه ريال مدريد من كتر ما هي مضغوطه عليها مش عارفه تتصرف بالكوره عماله باصات بتطلع غلط. عاوز اقول لك بقى حاجه اكتر وهنتكلم بقى برضه استفاضه عشان نديله حق توني كروس قبل ما نخش على صور توني كروس. معظم الازرق ده اللي هو باختصار شديد بالبلدي كده بياخد الكوره التمريرات الصح دي معظمها من توني كروس. فانت بتتكلم هو المنفذ الوحيد الرئه الوحيده مهندس مهندس. طيب كل الناس مستنيه مين؟ فيني اللي هو من المفترض بعد بطوله امبارح هياخد احسن لعيب في العالم. طيب فيني في الشوط الاول وازاي ايدن تريزيتش المدير الفني لدورتموند قفل عليه مايا ونور قفل عليه في خريطه التمريرات لفيني يعني لو تطلع معانا برضو بتتكلم الراجل عمل طبعا 4 مراوغات من 8 في الشوط الاول دي خلي بالك ده رقم بالنسبه له دي الخريطه دي الخريطه دي تحركات تحركات او الخريطه التمريريه لريال مدريد. يعني بص الخط الرفيع ده لفيني رقم 7 كل ما الخط بيقل فيني ده على اخر الشاشه تحت على الشمال كل ما الخط بيقل طول باختصار شديد اللي هو الكوره بتوصل له قليل جدا. فانت الراجل ايدن تريزيتش عارف ده رقم 1 مفتاح اللعب. يعني الراجل كان بيرمي عليه 3 لعيبه الباك رايت ريرسون عشان يقفلوا عليه تتكلم على امريكان اللي هو وسانشو الجناح اليمين تتكلم على ماتيو هيملز السنتر باك دايما يغطي في ظهرهم. بص الراجل تمريراته او يعني الكوره وصلته قليل جدا جدا. مين بقى بص الاكثر يعني سمك في التمريرات رقم 8 توني كروس. في عز ما انت مخنوق ريال مدريد ده الشوط الاول في عز ريال مدريد مخنوق هو المنفذ الوحيد توني كروس. كل الامور دي بتاكد ان الشوط الاول ملوش علاقه تماما بالشوط الثاني. اخر حاجه قبل ما نستفيد في الشوط الثاني ايدن تريزيتش كان عارف ان في مش ثغره بس جزئيه ريال مدريد مش يعني مدي انشيلوتي يقول لك بيسيب الارتجال للعيبه. يعني ايه كلمه ارتجال؟ الارتجال دي مش حاجه سيئه. الارتجال عارف ان انا عندي لعيب امكانياته سوبر ستار فانا بديك الخطوط الرفيعه كده وبخليك تنزل تبدع. الابداع ده في جزء كبير منه بيرجع لامكانيات اللعيبه وجوده اللعيبه. هو ده كلمه ارتجال انشيلوتي. هل ده بسبب ثقه جامده في اللعيبه بتاعته؟ بالظبط. فانشيلوتي هو ده المدرب بيقول لك ايه كل ما بيندغ لبان اكتر كل ما بيبدع اكتر. هو يعني بنفس المنطق. الشوط الثاني بقى بص فيني اتخط سمك الخط تخن شويه ازاي؟ ده راجل بقى تحركاته كانت بصفه مستمره ازاي؟ قدر الشوط الثاني انشيلوتي يحرره تماما. يتخلص من الرقابه اللي كانت عليه. رقابه وفي نفس الوقت كل موقف واحد على واحد مش واحد على واحد بقى، واحد قصاد اثنين، واحد قصاد ثلاثه، واحد قصاد اربعه كان بيعدي. مع الاجهاد البدني مع ان طبعا انت جبت الهدف بتاع كارفاخال بتتكلم في الدقيقه 70 او 75 تحس دورتموند كانت مستنيين امتى الكوره تيجي جول. اول ما الكوره جت جول من ضربه ركنيه وحتى شبهوها بنفس اهداف محمد عبد المنعم
يعني بتتلعب بالرأسيين جيين بالظبط ويطلع لعيب على القريبه بيقطع محمد عبد المنعم طبعا الهدف الشهير ويلعبها في البعيد بالظبط الله ينور عليك هدف الشهير محمد عبد المنعم الموسم مش المنقضي بقى السنه اللي فاتت في نهائي افريقيا اللي جابه في الوداد واهداف محمد عبد المنعم كتير او النمط يعني بتاع الاهلي في الكوره الثابته كده فكارفخال نفس الطريقه كل الكلام ده كله بياكد ان ريال مدريد الشوط الثاني ملوش علاقه تماما بالشوط الاول لكن في الاول وفي الاخر يعني وزي ما احنا كلنا كنا مستنيين ريال مدريد يكسب لكن كلنا زعلانين او واحد من الناس يعني مش عشان بشجع ريال مدريد بس ان توني كروس يكون اخر مباراه ليه امبارح هو بص يعني النهايه حلوه جدا والنهايه سعيده جدا يتوج بالبطوله الخامسه ليه تتكلم على اربعه مع ريال مدريد وتتكلم على مره مع بايرن ميونخ غير طبعا اليورو يعني الله اعلم بس المانيا افتكر هتغزله يعني لكن انت بتتكلم دي نهايه في لعيب عنده 34 سنه تحس بيلعب عنده 22 سنه الراجل امبارح لو معانا الخريطه التمريريه بتاعته بعيد بقى ان احنا كمختصين في الكوره او غير كده الراجل ما فيش كوره بالبلدي كده بتجلي من تحت رجله بص الخريطه التمريريه كل الاسهم الحمراء دي الباصات الصح الراجل عامل 97 تمريره صح الراجل جات له عفوا 98 تمريره عمل منهم 96 تمريره صح يعني تمريرتين بس ميس باس فده اللي بياكد الراجل ده في حته تانية بيلعب في ريال مدريد بيلعب في باير بيلعب ايا كان في هو الراجل ده هو الرئه يعني فطبعا الخريطه الحراريه دي بتاكد بعض الاحصائيات او الارقام اللي بيقولها لكن في الاول في الاخر هنرجع نقول ايه كلمه شخصيه البطل اللي انا فعلا مش لاقي لها مدلول تمسكه يعني بس ريال مدريد تكتيكيا شايف ان لعيبه بروسيا دورتموند كان ممكن يكسبوا الشوط الاول وتمركز اللعيبه كمان بتاعتهم تمركز لعيبه دورتموند معانا المتوسط تمركز لعيبه دورتموند الشوط الاول دورتموند كامل في الشوط الاول يعني بصي بتتكلمي على دايما 23 ده اللي هو امري شان اللي هو المفروض رقم 8 في الملعب او بيقوم دور رقم 8 الاثنين سنتر باكات دايما بينزل وسطهم عشان خاطر يقدر يواجه ويعمل اتساع لعرض الملعب ده التمركز بتتكلمي بصي خمس لعيبه رقم 27 ده كريم اديمي وده كان من اسوا قرارات امبارح المدير الفني لدورتموند هو يخرجه اللعيب ده صنع امبارح فرصتين كان ممكن يجيبوا هدفين حتى كورتوا شال كوره وكان حتى طلع بعد بين الشوطين يعني بيكلمه كده طبعا اكيد ما سمعناش اللي اتقال بس يعني عاوز اقول له انت تعبتني يا راجل اطلع بقى حرام عليك طبعا احنا بنتكلم كيانات على الاداء المميز القديم وكريم قديم تتكلم كريم قديم رقم 1 19 واللي هو المهاجم و14 اللي هو براند و10 سانشو و26 الباك رايت يعني كان دايما دورتموند بيقابل ريال مدريد في الثلث الاخير بخمس لعيبه ودايما بيخرج الكوره على ناحيه اليمين عشان خاطر يقدر يستغل بقى عدم قيام فيني بالواجبات الدفاعيه فدايما بيخلق موقف واحد على واحد واثنين على واحد على مندي الظهير الايسر ونجح وراح باكتر من الكوره حتى الهجمتين اللي كانوا يعني خطرتين لدورتموند واحده منهم كانت ناحيه اليمين والكوره الثانيه كان تحول على كريم قديم فكل الامور دي بتاكد بقى ان دورتموند كان شغل افضل بكتير جدا الشوط الثاني معنا متوسط تمركز ريال مدريد في الشوط الثاني ازاي قدر انشيلوتي يعالج الجزئيه دي دايما فيني في الشوط الاول كان بيهرب للعمق ورودريجو بيجي شمال طب بص الشوط الثاني بقى بتتكلم ايه كارفاخال طاير واخد الخط مين واقف مندي 23 هو الباك ليفت عشان يعمل بالانس توازن في الملعب فبالتالي الجونين اللي جم حتى ضربه ركنيه قبل ما تبقى ضربه ركنيه كان بدايه الهجمه من رقم 2 كارفاخال واتلعبت كوره عشان يخلق موقف واحد على اثنين يعني اثنين على واحد وثلاثه واحد عشان دايما الظهير الايسر لدورتموند بيخش جوه عمق الملعب ده كان نمط او شكل معين لتريزيتش المدير الفني عشان يخلق لعيب حر في نص الملعب الشوط الثاني تفوق كاسح لريال مدريد خصوصا بعد ما انت جبت هدف التقدم لعيبه دورتموند انهارت بدنيا فنيا ذهنيا وبدا بقى زي ما بنقول ايه العد التنازلي ان انا مستني الماتش يخلص خلاص كده. طيب تعالى بقى نتكلم شويه عن انشيلوتي ورؤيته للمباراه هل دايما وده دايما بنسمعه عنه يعني بيسير الامور وفق رؤيته هو يعني هنسيب بروسيا دورتموند تلعب تمسك الشوط الاول زي ما هي عايزه وانا عارف هكسب امتى كمان في الاخر وامتى بالظبط هجيب الجول هل هو فعلا من الناس اللي بتعرف تعمل الشو كويس قوي طيب خلينا نحط مثلا هديك مثال بسيط عشان اجاوب على سؤالك مش هخرج بره حيز السؤال يعني ايه الفرق مثلا من واحد زي جوارديولا وواحد زي انشيلوتي جوارديولا عاوز مش بني ادمين في الملعب ماكينات الي حتى لو انت كسبان وما طبقتش الطريقه بتاعتي باسلوبه بالطريقه دي تتحرك في الحته الفلانيه بالمربع الفلاني في الوقت الزمني عشان زميلك يتحرك بالمربع اللي جنبك بالبلدي كده انشيلوتي راجل بسيط جدا في امور التكتيكيه مش ان هو بقلل من قيمته لا تماما خالص الراجل واخد مع ميلان 2 تشامبيونز ليج وبتتكلم على 3 تشامبيونز ليج مع
ريال مدريد، ولو كمل ممكن ياخد 5 و6 و7 و8 يعني، واكتر مدير فني حتى الان دلوقتي واخد بطولات في الشامبيونز ليج في اوروبا. فانت بتتكلم الراجل مش بقلل من كفاءته الفنيه مفهوم. لكن الراجل بيسيب ارتجال للعبته، وانا شرحت لك في بدايه كده يعني ارتجال، اللي هو انا عارف ان جوده لعبتي عاليين قوي فبحطهم في المواقف وتصرف انت وجودتك. ده باختصار شديد الفرق بين انشيلوتي وجوارديولا. من هنا اقدر اجاوبك على سؤالك. انشيلوتي مدرب بسيط سلس عنده ثقه كبيره قوي في لعبته، بيقدر يجيب اللعيبه اللي بالبلدي كده تنفذ له افكاره البسيطه السلسه، فبالتالي الجوده بتاعت لعبته بيطلع منها او بيعرف يطلع منها افضل كل حاجه عند اللعيب. فبالتالي خلاص عارف قدرات لعبته، وفي نفس الوقت بيقدر يستغل ثغرات المنافس اللي قصاده. يعني احنا طبعا بنشكرك جزيل الشكر على كل هذه التحليلات. الناقد الرياضي عمرو الخشاب، شكرا جزيلا ليك. شكرا لحضرتك، شكرا ليك، نشكرك يا فندم.